في هجوم عنيف على النائب وليد جنبلاط، حذر رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب خلال احتفال حزبي في الجاهلية من استعمال السلاح في الجبل، مؤكدا أن الجبل للجميع، وقال: من يريد تخريبه سنكسر له يده. أول شيء، الجبل مش ملك أبوك يا حبيبي تحت اللي نخربه، لا ملكك ولا ملك بيك، الجبل ملكنا كلنا ونحن شركاء بهذا الجبل، واللي بده يخرب بنا نكسر له ايدهم، انت او غيرك ممنوع التخريب، وبنتمنى ما تجربنا، لا انت ولا غيرك، نحن ما بنخرب، انت اللي بدك تخرب، انت اللي قبضت مال تحت لي تخرب بسبعة ايام، وانت اللي قبضت على الناس تحت لي تبيعها هون وهون. لا تروح لعن النبي بري تسألوا عني شو عم بعمل، ولا تتواسط مع حزب الله، انا ما حدا بيمون علي، انا بيمونوا علي مشايخنا بس بالجبل. حاجتي اليوم تخترع شغلي، لا عم نتسلح ولا بدنا نتسلح، واذا عندنا سلاح بيكون دفاعا عن الجبل مش تنستعمله بالجبل. بالجبل ممنوع نستعمل السلاح. وتوجه وهاب إلى جنبلاط بالقول: لا تنهي حياتك بهذه الطريقة، نحن نحبك ونحترم عقلك ونحترم عقل الناس، وأتمنى عليك ألا تستغل بعض المجالس والأماكن لبث سمومك.